من الأخبار أيضا المبهجة أنه بكرة بإذن الله هيوصل مصر البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي اللي هو بيج رامي، بطل كمال الأجسام الحاصل على بطولة مستر أولمبيا، واللي بتعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام. ومن المنتظر أنه يكون في استقبال رسمي وجماهيري للبطل الأسطورة بيج رامي، بتنظمه وزارة الشباب والرياضة واتحاد كمال الأجسام والمحبين له. زي ما أنتم شايفين بيج رامي على الشاشة، دي لحظة إعلان الفوز. هو فعلا يعني بيج رامي، يعني زي ما حضراتكم شايفين أسطورة، جهد كبير قام بيه علشان يوصل للشكل ده. وعلى فكرة هو قدم 8 سنين متواصلين علشان يحصل على هذه الجائزة. بنحييه وبنقول له يعني شرفت مصر، وأي حد الحقيقة بيرفع اسم مصر في الخارج احنا بنفخر بيه. معايا على التليفون الأستاذ محمد السبيعي شقيق بيج رامي. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. بنبارك لك على تستقبله بكرة بيج رامي أخوك اللي شرفنا وحصل على هذه الجائزة العالمية. هيكون الاستقبال إزاي؟ والله يكون احتفال في وسط الأهل والأحباب والجماهير وكل محبين رامي، سواء من محافظة أبو الشيخ أو من باقي المحافظات إن شاء الله. إن شاء الله. ويعني قولي المجهود اللي هو بذله السنوات اللي فاتت علشان يوصل لهذه الصورة في النهاية. والله يا فندم هو مجهود مش عادي، عايز زي ما حضرتك شايفها كده قدرات جسمانية خاصة، فهي كمان عايزة قدرات بشرية معنوية غير عادية ومادية أكيد برضو. يعني أكيد هو صرف على نفسه كتير. الـ 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 المادية دي تيجي بعد الإصرار. مستحيل أن أنت حضرتك هيكون ماديا بيصرف من جيبه من غير ما يكون فيه هدف في دماغه. ايوه بس الحمد لله، يعني ربنا وفقه. الحمد لله الحمد لله توفيق من ربنا وفضل من ربنا. لما يوصل بكره ان شاء الله بلغه سلامنا وقول له الف مبروك. الله يسلم حضرتك ومبارك لنا جميعا على مصر وعلى الوطن العربي كله. بشكرك. معايا على التليفون دكتور عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الاجسام المصري. دكتور عادل مساء الخير. حضرتك الو. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك مساء الخير. مساء النور يا فندم. الاستعدادات ايه بكره لاستقبال بيج رامي؟ استعداد شعبيه عاطفيه دون ترتيب، يعني الناس كلها بتحب هذا الرجل الجميل والبطل العظيم، بدءا من وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي اللي بيولي بيج رامي دايما اهتمامه وعنايته وتركيزه الى اصغر شاب صغير في اي كفر او نجع في جمهوريه مصر العربيه. يعني انا شايف بكره هتبقى في وفود كتيره رايحه بالفطره وبالحب عشان تستقبل البيج رامي. هم استقبلوه بقلوبهم قبل ما يستقبلوه حتى في المطار. صحيح. هو من ساعة بيج رامي ما حصل على المركز الأول في بطولة أولمبيا، بطولة أولمبيا دي تعتبر أكبر مسابقة في العالم على مستوى المحترفين وحاجة يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي مسيطة وجميلة، والدنيا كلها والوطن العربي كله والناس كلها فرحانة لبيج رامي، لأن هو بصراحة بعيدا عن تميزه العضلي الغير عادي هو إنسان جميل جدا. إنسان جميل جدا بيتمتع بأخلاق غير عادية. هو كان متوقع حصوله على هذه الجائزة؟ هو نفسه كان متوقع الجائزة؟ شوفي، هو البطل بطل كمال الأجسام
لازم يكون عنده إصرار إن هو يكون هياخد الجايزة. ياخد بعد كده هو الرابع، ياخد السادس، ياخد الثاني، ياخد الأول. كله بيبص للأول، لأن الأول بيتحط في مكانه والباقي كله في مكانه. لأن هم حتى في التاريخ يقولك مين اللي خد أولمبيا 2020، هو كان البيج رامي. هو بصراحة كان مصمم، التميز اللي هو فيه ده هو يؤكد ان هو الراجل نويها وربنا كرمه بيها الحمد لله. طيب دكتور عادل، احب اعرف من حضرتك انه في ناس بتقول انه علشان يوصل للشكل ده او للمرحلة دي فبيتم استخدام حاجات قد تضر بالصحة، فيتامينات معينة. الناس بتفترض هذا الكلام بناء عليه، يعني واحد على انه علشان يوصل للمرحلة دي بيبقى فيه مقويات او فيتامينات، انا معرفش يعني، بس بيبقى فيه حاجات معينة. في فرق بين المكملات الغذائية او اسلوب التغذية الصحي المعتمد من منظمة الصحة العالمية. ايوه. وفي فرق بين المنشطات والهرمونات. تمام. المنشطات والهرمونات آفة الرياضة، المنشطات والهرمونات. رامي راجل متدين بيعرف ربنا قوي قوي قوي، ولا يمكن يعرض جسمه للموبقات والمنشطات، لكن أكيد رامي بيستهلك مكملات غذائية إضافية اللي هي الصحية السليمة عشان يعوض الجهد الكبير اللي بيتبذل في الحرق أثناء التدريبات بالأثقال. فرامي عنصر نظيف، جسمه ما فيهوش حاجة مش نظيفة. في لعيبة كتيرة قوي قوي بيروحوا للحاجات التانية اللي هي المنشطات وغير المنشطات. رامي بعيد كل البعد عن هذه الآفات، لأنه راجل متدين وعارف ربنا كويس، ورامي قدوة. يعني حتى لما تشوفي بشرته صافية نظيفة، عضلته صافية نظيفة. هو أنا أكذب أن رامي بعيد كل البعد عن المنشطات وعن أمثالها من الموبقات والهرمونات. هو إنسان جميل، وأنا بأكد كتير قوي على إن هو إنسان جميل وإنسان متواضع، هو يستاهل الحقيقة ربنا. يستاهل النجاح اللي وصل له بمجهوده، هو طبعا بمجهوده، وبعدين ربنا معاه أكيد. ربنا بيقف مع الذين أمنوا، وهو مؤمن حق ومسلم حق، فالحمد لله ربنا كرمه كرم كبير. ربنا عوض تعبه خير. بعيدا عن الاستقبال اللي هيتعمله بكرة، الاتحاد هيعمله تكريم تاني خاص، وان شاء الله يعني انا كمان بصفتي رئيس اتحاد عربي في مجموعة من الرعاة ان شاء الله هنعمل ان هم يكونوا او يتشرفوا ان هم يرعوا بطل بهذا القيمة، وان شاء الله يوصل بألف سلامة بكرة. شكرا يعني شكرا لحضرتك دكتور عادل سبات.